لا تنسوا الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله. انت تعرف ان سويسرا بتمتلك اكبر شبكه مخابئ او ملاجئ في العالم تحت الارض؟ المخابئ دي مضاده للاسلحه النوويه وتقدر تاخد جميع سكان سويسرا. انت تعرف ان القانون السويسري من 1967 تجبر كل مواطن انه يبني مكان سري تحت الارض جنب مكان اقامته عشان لو حصل اي اشعاع نووي او حرب يلحق يستخبى هو وعيلته في المخبأ اللي هو عامله بنفسه. عشان كده كل البيوت اللي اتبنت ايام الستينات لحد دلوقتي جنبها او تحتها مخابئ نوويه. ووصل عدد المخابئ في المدارس والمستشفيات والبيوت 300,000 مخبأ، وبالإضافة ل 5,300 ملجأ عام تحت الأرض ممكن تكفي أكتر من 5.6 مليون شخص، وده أكبر من عدد سكان سويسرا. والملاجئ الخاصة ممكن تعيش فيها أكتر من أسبوع أو شهر على حسب ما أنت بتكلف المخبأ بتاعك. عمرك تخيلت انك بعد ما تموت ممكن تتحول لشجره؟ الزوجين الايطاليين دول اخترعوا كبسوله البيضه اللي شبه البيضه ديت واسمها كبسوله موندي. كبسوله موندي دي يا سيدي مصنوعه من البلاستيك الحيوي او النشا القابل للتحلل، وبتحتوي على رقائق الخشب والبرسيم والقش، وبيتحط فيها المتوفي على وضعيه الجنين. والميت لما بيتحلل جوه الكبسوله دي الجذور بتتحول على جثته ويتحول لشجره. والهدف من الفكرة دي تحويل المقابر الى غابات جميلة بدل شكل القبور اللي بتشوه الطبيعة على حسب كلامهم، وتخليص ذكرى الاحباء من خلال تحويلهم الى اشجار. ده كمان ممكن الشخص يختار نوع الشجرة اللي عايزها قبل ما يموت. العجوز الصيني ده اللي عنده 83 سنة اسمه هوانج دافا، لما كان عنده 23 سنة كان عايش في قرية فقيرة ما فيهاش ولا مية ولا اكل، وكانت القرية دي متحوطة بالجبال من جميع الاتجاهات، فكان صعب يدخلها اي خدمات، وكان اهلها بيعاني من الجوع والحرمان بسبب الجفاف. فالراجل ده حفر بايديه لوحده قناة مائية لمدة 5 سنين، كان بيستخدم في الحفر ادوات بدائية، وبعدين اهل قريته اقتنعوا بفكرته، بعد ما كان بيتهموه بالجنون، وبدأوا يساعدوه في مشروعه لحد ما بقى معاه 300 متطوع. وبعد 10 سنين حفر نفق بطول 200 متر، وفي سنة 1995 قناة المياه وصلت طولها ل 7000 متر، قناة بتعبر 3 تلال و5 كرة، ووفرت مياه مع أهل القرية لحد ما أهل القرية بقوا بيزرعوا أكتر من 500 طن رز، وبكده الراجل ده ساعد 2000 شخص من سكان قريته. الراجل البريطاني ده اسمه ليز فليد، من مواليد 1911، ما بقى عنده 7 سنين بدا يشتكي لاهله انه بيشوف ارواح الموتى وبيقدر انه يتواصل معاهم، وبيشوف اجسام غريبه وبيسمع اصوات غريبه لما يكون لوحده في الاوضه والضلمه. لما كبر شويه اتعرض لعلماء وباحثين عشان يتاكدوا من حالته الخاصه، وفي واحد من الاختبارات حطوا شريط لاصق على بقه، ومن خلال الجهاز الاشعه تحت الحمراء العلماء اكتشفوا كره ضبابيه غريبه تكونت على كتفه. كان عنده قدره انه يحضر اصوات الموتى، وساعد الشرطه كتير في عمليات القاتل الغامضة، وقدر يحل كل القضايا ديت عن طريق تحضير اصوات الضحايا اللي اتقتلوا، وكان دايما متعاون مع الشرطة والمحامين. ولما توفى حضر جنازته عدد مهول من الناس بسبب علاقته الطيبة مع الجميع، ساب وراه سمعة كويسة بعد ما توفى سنة 1974 في قرية هاريكا بشمال داووق في المغرب. الارض دي مفيش حد يجرؤ من سكان القرية انه يزرعها خالص بسبب خوفهم على اسرتهم وقرايبهم. الارض دي معروفة بارض الزوجة الميتة، والسكان بيشاموا منها ومن زراعتها لانهم بيعتقدوا ان اللي بيزرعها زوجته او عيلتهم او حد من عيلتهم بيموت او هتصيب مصيبة على هيئة عاهة مستديمة. وعشان كده الارض دي بقالها عشرات السنين ما بتزرعش. في ناس بتقول ان الارض دي كانت ملك مزارع فقير، ولكن احد الاقطاعيين استولوا عليها وخدوا منها بالعافية، عشان كده اللي هيزرعها هتصيبوا لعنتها. والغريبه ان هم بيقولوا ان في شابين اختفوا من الارض دي بدون رجعه. في ناس بتقول ان في فلاح زرعها ومات 7 من افراد اسرته، وسكان القريه دول بيخافوا يمشوا في الارض دي او يقربوا منها بحيث ما تصيبهمش اللعنه. لا تنسوا الاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.